مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحوار، وأجمل تحية من شنسي. منذ اندلاع وباء كوفيد-19 في العالم، أسرعت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى إلى تحميل الصين المسؤولية باعتبارها مصدر كورونا. لكن مع تعمق تحقيق، توصلت منظمة الصحة العالمية إلى أن مصدر كورونا قد يكون خارج الصين. في حلقة اليوم سنتحاور مع ضيفين كريمين في الاستوديو حول نتائج التحقيق الذي قام به فريق الخبراء التابع لمنظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان. لنرحب بضيفين الأستاذ لي يونقين، خبير في الشؤون الدولية، مرحبا بكم أستاذ لي، وأيضا الأستاذة وي تشيرونغ من جامعة الدراسات الدولية ببكين، مرحبا بك أيضا. أولا دعونا نسأل الأستاذ لي، أولا وصل فريق الخبراء التابع لمنظمة الصحة العالمية إلى ووهان في 14 من يناير هذا العام، ثم أصدر تقرير التحقيق في 9 من فبراير قائلا أنه لا يوجد دليل على أن مصدر كوفيد-19 هو الصين أو مدينة ووهان، وأضاف أنه من المستبعد جدا أن يكون الفيروس قد تسرب من مختبر بوهان. فما هي الأماكن التي زارها هذا الفريق للخبراء الدوليين، وكيف تنظر إلى نتيجة التحقيق؟ فعلا أرسلت منظمة الصحة العالمية فريق الخبراء المكون من عدة دول المهمة بما فيها بريطانيا وأستراليا ويابان وحتى أمريكا، التي انسحبت من منظمة الصحة العالمية في السنة الماضية، وهم انضم بخبير أيضا، وبعض خبراء من دول مثل فيتنام وقطر أيضا. فهذا يشمل تقريبا مختلف القارات والدول المهمة في مكافحة انتشار كورونا في هذه المرض. فأولا هم قام بزيارة مختلف المستشفيات والعيادات الكبرى في ووهان، حتى مختبر البحث العلمي للوباء في مدينة ووهان أيضا، الذي قد قررت جانب الأمريكي عدة مرات تحميل المسؤولية في تسرب الوباء من هذا المختبر. وقام بهذه كل هذه حتى الأسواق أيضا لبيع البحريات أيضا، قام بكل هذه الزيارة بكل دقيقة بكل دقة، وأيضا بتحقيق دقيق جدا جدا، وأخيرا أصدر هذا التقرير. فأعتقد هذا تقرير علمي معتمد وتوافقي أيضا، هو اتفاق بين المختلف الخبراء المشتركة في هذا الفريق، وأيضا بتعاون وتنسيق مع النظراء الصينيين في هذا المجال أيضا. هذا أولا، هذا التقرير مهم وموثوق ومعتمد عليه، هذا الأول. والثاني، في حسب التحقيق وأيضا موقفنا، أيضا موقف منذ البداية موقف علني وشفاف، ونرحب بزيارة التحقيق من قبل منظمة الصحة العالمية حتى من منظمات أخرى من أطراف أخرى. إذا نحن موقفنا موقف الترحيب بهذه الزيارة المفيدة لمكافحة الفيروس في العالم. فهذه مرة قام بزيارة بمدينة ووهان طبعا، وصدر هذه النتائج. ولكن ووهان أكيد تكون المحطة الأولى لزيارة فريق الخبراء لمنظمة الصحة العالمية، ولكن لن تكون المحطة أو مكان الوحيد وأخير أيضا. يجب أن يكون هناك زيارات لمختلف أماكن المشكوكة، ممكن نقول يعني، وهذا يحتاج إلى التعاون وتنسيق مع الحكومات لهذه الدول، وخاصة بعض الدول الغربية. نعم، لكن المشكلة هي أن المحاولات الأمريكية أو الغربية، لكن خاصة من أمريكا،
المحاولات لتشويه صورة الصين لم تتوقف منذ اندلاع الوباء، حتى قبل وصول فريق الخبراء الدوليين التابع لمنظمة الصحة العالمية إلى ووهان، قالت بعض وسائل الإعلام الغربية أن الصين تحاول أن تعرقل سير تحقيق، لكن طبعا قد أثبت الواقع كذب هذه الادعاءات. لكن بعد تحقيق بعد إعلان تقرير تحقيق، قالت نيويورك تايمز إن منظمة الصحة العالمية يعني منحازة إلى الصين وقامت بتشويه الحقائق وتحريف أقوال بعض الخبراء ما دفعهم للرد عليها. أستاذ وي، برأيك لماذا تواصل هذه وسائل الإعلام الغربية تشويه صورة الصين؟ نعم، مثل ما ذكرت قبل قليل، فعلا إن الدول الغربية ووسائل الإعلام الغربية منذ بداية تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين لم تتوقف عن تنشر المعلومات الخاطئة والأخبار الكاذبة عن الصين. مثلا في بداية تفشي فيروس كورونا الجديد هم كانوا يقولون إن الصين يعني تواجهها مشكلات كبيرة جدا لمكافحة الأمراض، وهم مكشوفين الأيدي ويقفون ويشوفون ماذا سوف يحدث، ثم يقولون إن الصين لم تقم بمشاركة البيانات عن فيروس مع العالم كله، ثم أيضا يدعي بأن الصين لم تشكل أو تشارك البيانات بشكل كامل، وأيضا تخفي بعض المعلومات. ثم بعد أن تنظر أن الصين قد أنجزت المنجزات كبيرة جدا في عملية مكافحة الأمراض وبدأ تتشكك في مثلا تسرب الفيروس من المختبر المصنع وما إلى ذلك، حتى في الأيام الأخيرة أيضا مثل ما ذكرت قبل قليل تنشر الأخبار الكاذبة، مثل ما تقول إن الصين تعرقل التقدم أو قدوم فريق منظمة الصحة العالمية إلى الصين. والحقيقة فعلا قد أثبتت أن كل هذه الأخبار يعني غير أخلاقية وأيضا لا أساس لها. والأسباب لذلك أنا شخصيا أرى أنه في الأول إن الدول الغربية بما فيها أمريكا هم قلقون جدا على صعود الصين المستمرة في السنوات الأخيرة، وأيضا يعني خلال هذه العملية يعني في عملية مكافحة الأمراض هم قد رأون تفوق نظام السياسية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وأيضا قوة القوية لحزب الشيوعي الصيني وقيادته الحكيم. هم لا يفضلوا أن ينظروا كل ما حصل في الصين، وأيضا هم كانوا يدعوا بأن الديمقراطية الغربية هي نمط المفضل وأفضل بالنسبة للجماهير للغربيين، لذلك هم لابد أن ينتهزوا كل الفرص لتشويه صور الصين. وثانيا قد رأينا أن الحكومة الصينية أو نقول أن الصين حكومة وشعبا أداؤهم في هذه العملية لمكافحة الوباء فعلا يدهش أنظار العالم. لا يوجد أي دولة في العالم مثل حجم هذا الصين، هذا العدد من الناس، ولكن في ظل تفشي الفيروس إن الصين قد اتخذت التدابير والإجراءات الصارمة جدا للحد من انتشار الفيروس. حتى في بداية تفشي الفيروس إن الصين قررت فجأة يعني في أول وقته إغلاق مدينة ووهان، وكانت وسائل الإعلام الغربية تتهم بأن الصين لا تحترم حرية الشخص، وفي حقيقة الأمر أن هذه التحركات والسلوكيات تعتبر أجمل وأفضل طريق لحماية حياة الناس، وأيضا يمثلون أن الصين دائما يدعون حياة الشعب في المكان الأول، ليس مثل ما يدعو أو تدعو الدول الغربية أن
المصلحة في المكان الأول. إلى حد الآن عندما ننظر إلى ما حدث في أمريكا، إن عدد التراكم لعدد الوفيات للإصابة بفيروس كورونا الجديدة يقترب من 500 ألف نفر. هل هذا يدل على أن أمريكا فعلا وضع حياة الشعب في المكان الأول، أم هم يهتمون فقط بالمصلحة للاقتصاد أو للأشياء الأخرى؟ وأيضا الموضوع الثالث، وفضل أن أذكر أن الصين قد انتهزت فرصة لمكافحة الأمراض يعني دخول لمرحلة متقدمة جدا للاهتمام بالتكنولوجيا المتقدمة، أي قد دخلت مسبقا لدورة رابعة من الثورة الصناعية، فهي الآن تعمل على تطوير التكنولوجيا المتقدمة المتمثلة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة والبيانات الكبرى. فعلا قد لاحظنا أن كل هذه التكنولوجيات قد ساهمت بشكل فعال جدا في عملية مكافحة الفيروس في الصين، وأرى أن كل هذه الأشياء قد جعلت الدول الغربية بما فيها أمريكا تقلق كثيرا جدا على الصين، على صعود الصين يوما بعد أخرى، وأن أمريكا قد تعود على أن يكون صاحب الثروة والنفوذ، وهو تعود على إصدار الأوامر ولا يتمنى أن الإخوان الصغار أن يتكبر يوما بعد يوم. لذلك هم يحاولون أن يجد كل الحجج والأسباب ووسائل المختلفة لتشويه صورة الصين. طبعا إن الصين لن تقبل ذلك أبدا، ولا بد أن تسعى إلى نشر الحقائق والأخبار الصحيح أمام العالم. نعم أستاذ لي، نعم. أريد أن أسألكم يعني سؤال حساس نسبيا. كما ذكرتم أن السوق للمأكولات البحرية في ووهان كانت باتت يعني محل أنظار الجميع بعد اندلاع الوباء. طبعا فيها يعني يباع بشكل غير شرعي لحوم الحيوانات البرية. بعد زيارة الخبراء الدوليين لهذه السوق، وجدوا أن البضائع هناك جاءت من بعض المقاطعات الصينية الأخرى في الجنوب، وهي مجاورة لبعض الدول الآسيوية الأخرى يعني في جنوب شرق آسيا، فدعا الخبراء إلى إجراء تحقيق في تلك الدول المعنية. لكن من ناحية أخرى، لا يمكن أن نخفي وجود ظاهرة أكل لحوم الحيوانات البرية بشكل غير شرعي في بعض الأجزاء في الصين بسبب خلل ما في تنفيذ القوانين المعنية. فكيف تشرح لأصدقائنا العرب وجود هذه ظاهرة غير شرعية في بلادنا؟ نعم، بالنسبة لهذه الظاهرة أستطيع أن أشرح لإخواننا العرب من ناحيتين، من ناحية الجانب الصيني ومن ناحية الجانب العربي. أما أولا بالجانب الصيني، فعلا نعترف ونتأكد بذلك وجود التقاليد أو وجود عدد لأكل بعض اللحوم للبحريات والحيوانات البرية في بعض المناطق الصينية، وهذا هذه العادة لا تقتصر على داخل البر الرئيسي في الصين فقط، بل تشمل بعض الدول في جنوب شرق آسيا أيضا. هذه معروفة، وأيضا في بعض الناس يرحب بوجود هذه العادة، وأيضا ينتشر في بعض المناطق بما فيها مدينة ووهان. أيضا هي مدينة تقع على وسط الصين بين جنوب والشمال تقريبا، هذه عادة أولا فيه. ولكن في نفس الوقت عندنا قانون حماية الحيوانات البرية منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي، قد وضع هذا القانون لمنع هذا ولحماية حيوانات مختلف الحيوانات بما فيها حيوانات البرية دون الأكل. ولكن هذا القانون بصراحة لم يكن متكامل، لم يشمل جميع أنواع الفقاريات الموجودة في الصين. في الحقيقة حسب آخر إحصاءات، عدد أنواع الفقاريات في الصين تجاوز 7000، ولكن هذا القانون فقط منع في استخدام الأكل 400 فقط، بمعنى جزء بسيط جدا من هذه الأنواع الضخمة.
لحيوانات البرية، ولكن قوانيننا هكذا دائما تكون في مسيرة التكامل سنة بعد أخرى. لمواجهة انتشار الفيروس في هذه السنة قد وضعت هذا أولى القيادة المركزية حزبا وحكومة بالغ الاهتمام في هذا الموضوع، ووضع القوانين خاصة أو ممكن نقول قرار خاصة من صادر من قبل المؤتمر مجلس النواب الشعب خلال مدة ممكن أقل من شهر صدر قرار. هذا قرار يلعب دورا قانونيا، لها دورا فعالية تشريعية، مع أن هذا القرار قصير مكون من 800 كلمة فقط، ولكنه شملت منع وأيضا عقوبة لاستخدام اللحوم هذا حيوانات البرية. بمعناه في بلدنا كن مطمئنا يا إخواننا العرب، وأن في الصين الآن بتاتا غير موجودة في أكل هذه اللحوم هذه من ناحية، ولكن في نفس الوقت هذا القرار يتمتع بالمرونة، بمعناه في بعض البحث العلمي حتى العقاقير تيب الصيني يستخدم هذا يسمح تحت يسمح باستخدام هذا أيضا تحت تنفيذ مثل هذا القانون. هذه من ناحية الصين يعني يكون شيء الآن القانون متكامل، وأيضا نكون مطمئنا لن تكون مثل هذه الظاهرة في المستقبل. هذا من جانب الصين. من جانب العرب أيضا، عرب طبعا أنا عشت واشتغلت في دول عربية سنوات طويلة، وعرفت أن إخوان عرب فعلا يحبوا الأكلات النظيفة، حتى في القرآن الكريم هناك قد تأكد طبعا النص الأصلي لا أذكره بالضبط، ولكن يمنع الأكل بعض الحيوانات البرية واللحوم غير نظيفة. فهذا أول. ولكن في نفس الوقت أتذكر أن قبل سنوات هناك في أزمة التنفس الجهاز التنفسي في الشرق الأوسط ظهر في بعض الدول العربية. من مواجهة هذا الوضع قد اتخذ حكومات مختلفة للدول العربية إجراءات مفيدة جدا وفعالة مواجهة هذه الطوارئ، ونجح في الأخير بتعاون داخليا وخارجيا طبعا. فهذا ممكن نقول هذا درس، أيضا درس من الجانب الصيني ودرس من الجانب العربي أيضا نفس الشيء. فنقول نحن في الحقيقة في الأصل نحن في خندق واحد، نحن في جبهة واحدة، فعندنا فرصة أو مجالات واسعة نطاق لإقامة التعاون لمواجهة والتغلب على مختلف الأوبئة في العالم في المستقبل. شكرا. في بعض التساؤلات الأخرى سوف نتحدث عنها بعد قليل. فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم من جديد. الآن واصل الحديث حول نتائج تحقيق لمنظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان. فأستاذ وي، كما ذكرنا قبل قليل أن هناك بعض الدول الغربية دول الأخرى في العالم كشفت وجود كورونا كوفيد 19 قبل ديسمبر 2019. مثلا هناك دراسات جديدة تدل على أن هذا الفيروس ظهر منذ سبتمبر 2019 في إيطاليا ونوفمبر 2019 في فرنسا، أي قبل ظهور أول إصابة في ووهان في أواخر ديسمبر 2019. ومن ثم ذهب بعض الخبراء إلى القول بأن هناك احتمالية انتقال كورونا من الخارج إلى الصين عبر المعقولات المجمدة. فكيف تنظرين إلى هذه النتائج للدراسات؟ نعم، حقيقة الأمر فعلا في الأيام الأخيرة كنت أتابع أخبار لزيارة خبراء منظمة الصحة العالمية للصين خاصة في مدينة ووهان كثير جدا، وأيضا كنت أتابع المقابلة بين خبير هو من فريق منظمة الصحة العالمية هو بيتر داساك،
هو مولود في بريطانيا وأيضا ظل عاش ويعيش في الولايات المتحدة، وأيضا هو جاء إلى الصين من ضمن فريق هذه المنظمة. وعندما قابل يعني قام بالمقابلة مع التلاميذ، هو قال فعلا يعني إن هناك كثير من المعلومات هي لم يتم الإعلان عنها من قبل، ولكن كل نتائج تدل على أن منشأ لهذا الفيروس قد يرجع إلى زمن أبكر من الصين بكثير جدا. وأيضا يعني بعد القيام فريق المنظمة بفرضيات المختلفة، توصل إلى نتيجة أو نقول وجهة نظر أكثر اتساقا، بأن الحيوانات البرية تكون أو تشكل سلسلة انتقال مهمة جدا في تفشي الفيروس. وكذلك يعني الحيوانات البرية، بالإضافة إلى ما ذكرت الأستاذ لي، لحوم الأرانب المباعة في السوق، وكذلك مزارع الأرانب المتعقبة، وأيضا هناك ابن إرث وقوارض، وكذلك الخفافيش التي كانت تحمل الفيروس مشابهة جدا لكوفيد 19. يعني كل هذه المعلومات تدل على أن المصدر أو نقول منشأ الفيروس ما زال يحتاج إلى التعاون الدولي لتحقيق أو توضيح للجماهير ما هو المصدر. وأيضا هناك بعض المعلومات تدل على أن الولايات المتحدة ظهور الفيروس فيها قد يكون أبكر من الصين بكثير جدا في الفصل الثاني لعام 2019. لذلك ندعو أيضا كما ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن الحكومة الأمريكية لابد أن تتعامل مع الفريق المنظمة الصحة العالمية بشكل مكثف وعدم يعني بشكل متعمق جدا، أيضا حول مصدر ومنشأ لكوفيد 19، لكي يوضح أمام جماهير العالم يعلم ما هو المنشر الحقيقي بالضبط. نعم، هذا يذكرني أستاذ لي أن الولايات المتحدة يعني بعد إعلان الصحة العالمية نتائج تحقيق في ووهان، قالت الولايات المتحدة أن هذه المنظمة منحازة إلى الصين، وأيضا طلب بإرسال فريق مستقل من أمريكا إلى ووهان، فكيف تنظر إلى هذا الطلب الأمريكي؟ والله أعتبر هذا هدف أمريكا غير واضحة، وممكن أقول واضحة هو تحميل المسؤولية إلى جانب الصين، مثل ما فعل منذ بداية الاكتشاف والانتشار فيروس في العالم. فالهدف هو تحميل المسؤولية وتخلص من المسؤولية الذاتية لتحكم على فيروس في بلده، هذا الأول. والثاني، إذا بالنسبة إلينا كما قررنا عدة مرات، موقفنا هو ترحيب بزيارة تحقيق وزيارة اطلاع وتعارف وتبادل المعلومات مع مختلف الأطراف بما فيها منظمة الصحة العالمية ومنظمة المنظمات الأخرى ومختلف الدول التي تحتاج إلى ذلك أيضا. هذا موقفنا واضح والشفاف وأيضا صدقا يعني، ولكن هذا يجب أن يكون هناك مساواة على حد سواء. إذا الصين قام بزيارة الصين وفي نفس الوقت أيضا بزيارة لأمريكا أيضا وبعض الدول الأخرى التي يكون من الأطراف المشكوكة في انتشار الفيروس في منذ بداية السنة الماضية حتى قبل هذا الوقت، هذا يكون الثاني، يكون المساواة. الثالث، يجب أن يكون احتراما للنتيجة العلمية. فمثل ما حدث هذه المرة، المنظمة خبراء منظمة الصحة أصدر استنتاج علمي، ولكن أمريكا لا يعترف بذلك، بمعنى كل النتائج التي لا تتوافق مع موقفه مع كلامه هي تعارض ولا تتوافق. هذا من الصعب حتى من المستحيل أن يتفق مختلف دول العالم ليكون جبهة واحدة لمكافحة وتغلب على فيروس في الأخير. نعم.
نعم أستاذة وي، قبل قليل ذكرت أن المتحدث باسم الخارجية الصينية يعني رد على أقوال الجانب الأمريكي، يقول نعم نعمل أن يحضر الجانب الأمريكي حيث أن نظيره الصيني وأن يتخذ موقفا إيجابيا وعلميا وتعاونيا في البحث عن منشأ كورونا، وأن يتمسك بالشفافية ويدعو خبراء منظمة الصحة العالمية لزيارة الولايات المتحدة للتحقيق. فالسؤال هو أنه حتى الآن كيف التعاون بين الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة الوباء، وما الإسهامات التي قدمتها الولايات المتحدة كدولة عظمى في العالم في مكافحة الوباء عالميا؟ نعم، نقول إن في بداية تفشي فيروس كورونا الجديد، إن الولايات المتحدة كانت تبذل الجهود للتعاون مع المنظمة للبحث عن الطرق لمكافحة هذه الأمراض بما فيها كبير الخبراء فوتشي، وأيضا الخبراء في المجالات الطبية والصحية. ولكن مع تقدم الموضوع قد لاحظنا أن الولايات المتحدة كان مشغول جدا بموضوع الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وكما نعلم إن الولايات المتحدة هي تمثل القوى العظمى مثل ما ذكرت قبل قليل في هذه المنظمة، أيضا لها حصص كبيرة جدا في النفقات والتكاليف لهذه المنظمة. فماذا يعني أو يقصد بعد انسحابها من هذه المنظمة؟ يعني أن المنظمة ستنقصها التكاليف والنفقات كثيرة جدا لتنفيذ المشاريع والتدابير الموجهة لدول العالم بما فيها دول الإفريقية ودول العربية أيضا. فهذا يثير أو نقول فعلا يشكل ضغط كبير جدا لمواجهة هذه الدول هذه الجائحة. والموضوع الثاني أن الإجراءات المطبقة إلى الوقت الحالي في أمريكا نفس الموضوع، وفضل أن أشير إليها أن خبير بيتر داساك بعد وصولهم إلى الصين عندما يتم المقابلة مع تامز هو يقول هم أمضي أسبوعين في الحجر الصحي، وثم بعد ذلك بعد أن يبدأ العمل أو يدخل ميدان العمل أيضا يجدون أن الصين تهتم بمن ارتداء معدات الحماية إلى تلقي الفحوصات للفيروس إلى أيضا مثلا الإجراءات اليومية للفحص لقياس الدرجات وما شابه ذلك. وأيضا هو كان يصف بأن هذه الرحلة إلى الصين كانت مثيرة جدا، ولكن بعد عودته إلى أمريكا لم يخبره أحد بالموضوع الحجر الصحي، ولا أحد يقول له يجب عليك أن يبقى في المنزل. هذا يدل على أن الإجراءات المطبقة لمكافحة الأمراض أو على الأقل للوقاية من تفشي الفيروس مختلفة تماما أما تتخذه الصين من المتطلب الصارمة والكاملة. ولكن كلما اتخذته الصين لحماية الحياة لمختلف الجنسيات وحتى الأجانب الذين جاءوا إلى الصين قد شعروا بأنفسهم أن الإجراءات فعلا في الصين مطلوب شامل جدا ولا يترك أي واحد يهرب من هذه المتطلبات والإجراءات. لذلك نعود إلى سؤالك الأول، أظن أن الولايات المتحدة من الجماهير يعني هم لم يشعروا بأن إجراءات الوقاية هي تلعب دور فعال في عملية الحد من الفيروس، فلماذا لم تلعب الدولة في نشر الوعي بين الجماهير يعني تذكير أهمية تنفيذ كل هذه الإجراءات؟ ألا يكون المساهمة
مكافحة الأمراض يجب أن يكون على نطاق العالم، ليس من دولة الصين، وهي ليس مسؤول الصين فقط. نعم، وقبل أيام قرأت أن منظمة الصحة العالمية قد نشرت بعض الأهداف لمكافحة الوباء في 2021، ونتمنى أيضا أن تتخذ جميع دول في العالم إجراءات لازمة لمكافحة هذا الوباء. فشكرا لكم أستاذ لي والأستاذة وي على هذا الحديث الجميل والمشاركة في البرنامج. شكرا. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم أيضا على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.